السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، شخباركم شو مسوين؟ ان شاء الله طيبين. اليوم هو اول يوم من عيد الاضحى، كل عام بخير جميعا، ينعاد علينا وعليكم بألف صحة وعافية، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. صراحة العيد في غربة حلو زي ما تشوفون، متكشف كذا ومتسانس وجالس معها. يا جماعة صراحة تعودت هذا العيد، ما أدري رقم كم صراحة، اللي بعيد عن السعودية وبعيد عن أهلي، زي ما تشوفون الثوب مو مكوي وش ماخذون برزام والحالة حالة، لكن الحمد لله على كل حال ونسوي اللي علينا. وكرامته خير صراحة، كرامته خير. والله ودي أروح الدوام زي كذا، لكن أحتاج معزز، أبغى واحد كذا يعزز معي، يروح بثوب كذا وشماغ وعقال وندخل الكلاس. لو إن على أيام اللغة كان رحت أكيد سعوديين يروحون معي، لكن الجامعة ما في أحد، ما في سعوديين كثير. كيف معكم يا جماعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ تحدي 90 يوم. لا والله ما اتوقع اليوم يا جماعة اقدر اتمرن، بس عشان اوريكم انه مثلا التحدي 90 يوم مو لازم تضغط على نفسك. فانا صراحة انا صحيت من النوم احس اني مريض، فما راح اتمرن اليوم، ما نبغى نستهلك الطاقة، فعلى الفطور على طول. هذا راح يكون فطور اليوم كالعادة، قطعتين توست وقطعتين وافل. للأمانة يا جماعة ما ادري ايش فيني مريض، على طول حكمت اني مريض، لكن مزكم وما ادري ايش فيني، مع ان امس يعني انا دائما اذا مرضت اشوف اليوم اللي قبله ايش اكلت، امس ما اكلت الا كبسة وبيض عشا، لكن الحمد لله على كل حال. طبعا اليوم سويت لي سندوتشين لبنة، والسبب ان البينا باتر يا اخي لما تاكله يعلق هنا تحس، وانا عندي الحين حلقي فاسحب على البينا باتر اليوم. هذا الفطور ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن باب العرض وعلى الدوام. والله صراحة كان نفسي اداوم ثوب، يلا ما عليك، نقول عيد الجاي ان شاء الله نلقى احد معزز نروح كلنا نداوم ثوب. ولا اوقف السيارة هنا واشتري زي هذاك السكوتر اللي العالم كلهم طايحين فيه، بس تحطه كذا ارجلك بالكرامس. تذكرون هذا الدرج اللي تكلمت عليه من قبل واحدة فلقات، اللي قلت وانت تطلع كانك تطلع حق الاولمبيات. ما شاء الله تبارك الله، الاجواء جدا حلوه اليوم كاول يوم عيد، لكن انتظر بكره، بكره الجمعه ويبدا الويكند، نشوف كيف تكون الاجواء. كذا يكون خلص دوام، لكن للاسف ما اقدر ارجع البيت لان عندي واجب ولازم اسلم اليوم، فبروح المكتب اخلصها الحين. كذا يكون خلصت الواجب، عيد والله جدا جميل. المهم قال ريحة حريق. المهم قال سلموا الواجب حطوه عند مكتبي، وانا ولا اعرف وين مكتبه، فبروح اسال الحين وادور لما حد يقول لي وين. ما قصرت، واحده ساعدتني قالت لي في مبنى بي، وانا عندي الخريطه من زمان، قالت لي روح مبنى بي خريطة. قاعد انا في ديزني لاند ولا وين الحين مبنى بي هذا؟ طيب نيجي عند اللوحة هذه يقول باول بيلدينج من هنا، ونروح من هنا. هذا هو المبنى حصلناه، باول بيلدينج. ان شاء الله الشبابيك كبيرة هنا. يوتا ات كانت بي ريل، نو 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 حبيت حبيت. طالب الياباني هذا في كل مكان اقابله، كل مكان اقابله، لا تسالوني كيف. المهم كذا يكون خلص الدوام، سلمت الواجب الحمد لله، الحين والله جدا جوعان، غيرت المواجهه وصلت السوبر ماركت اللي كلكم تعرفون، بما ان البيت فاضي قلت نشتري كم شيء، اهم شيء الوافل. طبعا كثير سالني عن الشركه اللي انا اشتريها، هذا هو اللي انا اشتريه، وباخذ لي مرتديلا دجاج. السلام عليكم جميعا، بعد غفوه بسيطه وخفيفه كذا لذيذه، حاليا متوجه على شقه العيال، يقولون مسوين عشاء واليوم اول يوم العيد. شوف الاجواء عندهم، باب الامل في الليل جدا غير، والدنيا تمطر. ما قلت لكم بكره الاربعاء، بكره يبدا الويكند والدنيا امطرت، سبحان الله. قلتها من قبل، مو حلو تروح ويدك فاضيه، واليوم بعد عيد، فهذا تيم هورتنز هنا، نروح وناخذ لنا دونت. اخذنا الدونت ونتوجه على شقة العيال الحين. وصلنا شقة العيال،
هذه، لكن الحين انتوهكت. كم رقم شقة؟ بس يا باشا بس كلا عافية. اهلا. السلام عليكم. السلام. اشم الريحة، اشم الريحة. الله يا زيزو، الله يا زيزو. سلام احمد، كانت بخير. الله يا زيزو، الله الله الله. ايش قصدك يعني؟ ما عندك كودات؟ في كودات اتحدى احد يعرف كودات. هذا الشكل النهائي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عزيز من محبين زواج بالخيار، فسوى اكبر حجم يقدر. هذه الكبسة ودجاج. شرب شرب بصل. أهم شيء بصل. زبادي. كلامك بخير شباب. أنت بخير. تصحى سلامة. كيف أول يوم نعيد في الغربة؟ حلو حلو. مع أخواتي. هو اللي مصبرنا على اليوم ده، بس أخويا اللي جنبي يعني إخواني. والله الله يخليك. غير كذا ما في ما في شيء. زبادي باللبن هو اللي مصبرنا. خلاص هذا حق عزيز. طبعا اليوم ما في يوتيوبر أنصحكم تتابعونا، فاليوم نتفلكس. الان ما هذا حلو الفيلم، ما في الحمد لله كذا يكون خلص العشاء. عشاء العيد هذا، عشاء العيد. العيال اللي حاطين السفره فوق الصحن عشان ما فاضيين، مو نغسل احنا، ما فاضيين عشان ما نبغى نغسل. فكره حلوه، هاي طالب مبتعث، حط السفره فوق الصحن وما يحتاج تغسل. هذا خالد. اي كحكح تو جاي. ثوم 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 يا ربي ثوم. الحياه حلوه، الحياه جدا حلوه. تبغى مساعده؟ الله يستر عليك حبيبي، يكيني بس وقفتك جنبي. الله 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 يا احمد، الله كذاب. الحين طلع المحكي اول جالس سبسبنا اول. عيال انا احبكم والله عيال. احمد احمد لا تصدقه، والله لا تصدقه احمد. كلهم قلبوا عليك احمد. خالد هم العيال يبغوا واحد شديد عارف زي اكرم كذا عشان ايه. طبعا في شيء اول مره اشوفه بشقه العيال، فسالت احمد عنه يعني ايش هذا مكتوب هنا، يعني اسم عزيز مكتوب هنا let's cooking ومكتوب أشياء هنا. فسألت أحمد قلت ليش معناها هذه، فشوف إيش بيقول أحمد، إيش معناها هذه الأشياء؟ هذه الصفة موجودة بالشخص ذا. طيب ليش كتبتها يعني؟ عشان أتذكرها يعني. شوف فكرة حلوة، اسم الشخص والصفة اللي تحت صفة الشخص فنتذكرها بعدين. هذه فكرة والله جدا جميلة وجديدة، أول مرة أسمعها، أول مرة أعرف عنها. لطلاب اللغة اكتب مثلا أسماء أخوياك صفات بالإنجليزي، حطها يعني تحت أسمائهم راح تذكرها. صراحة فكرة بطلة، أتمنى لو سويتها أيام اللغة والله. هنيك على الفكرة أحمد. حلو حلو يا أحمد. شو رأيك يا خالد الفكرة؟ تمام والله فكرة ولا. طبعا خالد عنده واجب حق بكرة قاعد يسويه الحين. دعواتكم. كل التوفيق لك يا خالد. حتى أنت عندك واجب يا عبد الله؟ والله عندي برزنتيشن. برزنتيشن عن إيش؟ عن something in the new technology. Sigma 6.5. وهذا الطالب وميت عزيز فرحان ما شاء الله، جاب فلايل الستة ونص. ستة ونص جاء ما شاء الله من كازاخستان، فالحين يقدر يدخل جامعة. حمل جماعي يصلح، لازم حمل جماعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حاليا راح يبدأ دوري بلاي ستيشن فيفا. البداية الأولى مع عبد العزيز ضد عبد الله. ناخذ التصريح من كل شخص. التصريح الأول تن 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 تن. نبدأ مع عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، تصريحك لهذه المباراة؟ مدان أحمد. الله كلمتين انتهى الموضوع. وناخذ التصريح من عبد الله. After the game I will talk. أوه يتكلم إنجليزي. إنجليزي حلمان. والمشجعين اللي وراه خالد، مين توقع راح يفوز؟ أنا أقول عزوز. عزيز. عبد الله عبد الله. هذا تعادل. عبد الله لا تفوز يا عبد الله. الله لاعبين نفس القصير. خلص قاعد خلاص. حلو يا خليه يجيك سؤال. دفلو. دفلو أمه. والهدف الأول من توقيع عبد الله. Man listen the game didn't finish yet. No Chelsea is Chelsea. Chelsea is Chelsea. No. وش ايش بك ايش بك ايش بك ايش اللي قاعد يصير؟ خلاص خلاص راح انساك هي هاي الدنيا هي لا ايه صوت طلع صوت من جد. ايش بك؟
أجار يخش يقلبك. والنتيجة 3-2. ايوه وقف هذه روح 15 دقيقة والله ترى من الصباح. خالد روح بس انت روح بس هناك بس. يس 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 وعزيز جاب التعادل. وعزيز جاب التعادل والمباراة ولعت. خلاص بيصفي 120 ما يعطيه. صفر خلاص خلصت. خلاص تعال. لا شنو دوري يا عم شوف 16 هجمة يا ابوي وانتهت المباراة تعادل. كذا يكون انتهينا. كانت تكية خفيفة شقة العيال أول يوم العيد قضيناه. الحين نرجع البيت نعدل الفيديو وننام عشان بكرة عندنا دوام. وبكذا يكون وصلنا لنهاية الفلوق يا جماعة. يعطيكم ألف عافية على المشاهدة. هذا الفلوق رقم كم؟ 58. وصلنا الى 8 فلوقات ورا بعض. هذا اول صراحه رقم قياسي وصلت اول مره اوصل لهذا الرقم. يعطيكم الف عافيه على المشاهده من جديد. صراحه لما اقول يعطيكم الف عافيه على المشاهده يعني اشكرك انت شخصيا لانك شفت هذا الفيديو. صراحه تسعدني عدد المشاهدات, تسعدني اللايكات, تسعدني الكومنتات زي ما اقولها دائما. وسؤال اليوم جديد يقول لك اكمل هذه الجمله: لو اقدر اغير شيء واحد راح اغير. وبعدها اكتب على كيفك. راح نشوف ايش الاشياء اللي تبغون تغيرونها وراح نقرا بالكومنتات ونستمتع كالعاده. ومن جديد يعطيكم الف عافيه على المشاهده والسلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم. والسبب انه ما يعرفون ليش السبب انه انتحر بدون سبب يعني.